هلا احنا بنطلع بالجزء الثالث، بس خليني اشوف اذا وي ار لايف، لانه بتصير اكثر من مره مشاكل. seems to be we are live. yes okay. الان احنا في الجزء الثالث من كورونا من الالف الى الياء. هذا الجزء الاخير ان شاء الله راح يكون. بس معاي دقائق. اوكي يب. في قراءة الكتاب اللي زي ما حكيت لكم مترجم باللغة الصينية، هو دليل وقاية من فيروس كورونا المستجد. الآن نحكي عن العمل اليومي. على الرغم من أن المعركة ضد الأوبئة والأمراض لم تنتهي بعد، ولا بد للحياة أن تستمر، لذلك يطرح السؤال التالي: خلال فترة انتشار وباء الفيروس كورونا المستجد، كيف يمكن تجنب اجتياح فيروس كورونا بشكل فعال عند العودة إلى مدينتنا العاملة أو مراكز عملنا اليومي؟ 37. حاول ماذا تفعل في طريق العودة إلى من العمل؟ حاول العودة بنفسك للعمل وتجنب ركوب وسائل النقل العام مع أحد. 2. اركب قطارا أو أي وسيلة أخرى في وسائل النقل السريع، وتعاون مع الموظفين هناك لقياس درجة حرارتك عند دخول المحطة أو خروجها. 3. حافظ على مسافة آمنة مع الآخرين عند الاصطفاف. 4. تجنب استخدام موزعات المياه العامة، وحاول توفير مياه الشرب أو شراب المياه المعبأة في زجاجات. 5. قلل من تناول الطعام أثناء الرحلات، وتجنب خلع القناع قدر الإمكان، وتجنب الاتصال المتكرر بين اليدين والفم والأنف والعينين. طبعا هون بحكي لك إنه لازم تكون لابس قناع، يعني هذا حكوها أكثر من مرة. 6. احرص على الابتعاد قدر الإمكان من الممرات اللي تتحرك فيها حشود الناس بشكل متكرر، وقلل من تجاهلك تجولك سوري ذهابا وإيابا بين العربات أو الكابينات. 7. عقب المواد المحمولة بعد الوصول إلى المنزل. 38. ماذا ينبغي أن نفعل أثناء طريقك إلى العمل؟ أولا، يجب ارتداء الأقنعة الواقية الطبية بشكل صحيح، ويجب أيضا تجنب وسائل النقل العام قدر الإمكان في الطريق إلى العمل، وكذلك يوصى بالسير أو ركب سيارة خاصة بالعمل. وفي حال اضطررت إلى استخدام وسائل النقل العام، فيجب عليك ارتداء قناع واقي طول الرحلة، وتجنب لمس أي شيء على السيارة بيدك. 39. ماذا نفعل عند دخول مبنى المكاتب؟ قبل الدخول إلى مكان عملك في مبنى المكاتب، تقبل بوعي إجراءات الفحص درجات حرارة الجسم، وإذا كان درجة حرارة جسمك طبيعية يمكنك الذهاب واستئناف عملك في المبنى، ولا تنسى أن تذهب إلى الحمام لغسل يديك. أما إذا تجاوزت درجة حرارة 37.2 بالمئوية، فلا تذهب إلى المبنى للعمل، بل توجه إلى المنزل للراحة أو اذهب إلى المستشفى إذا لازم الأمر. 40. ماذا نفعل عند دخولك مكتبك؟ بعد دخولك مقر عملك في مبنى المكاتب والتحقق من كل شيء طبيعي، يمكنك الدخول إلى المكتب للعمل، ويجب أن تظل بيئة المكتب نظيفة، لذلك يوصى بتهويتها 3 مرات يوميا لمدة تتراوح من 20 إلى 30 دقيقة في كل مرة، مع المحافظة على الدفء عند التهوية. 41. ماذا نفعل عند حضور اجتماع ما؟ عند حضورك أي اجتماع، يفضل ارتداء الأقنعة الواقية وغسل اليدين وتطهيرهما قبل الدخول إلى غرفة الاجتماعات، ويجب أن تكون المسافة بين الأشخاص المجتمعين أكثر من متر واحد، ويجب كذلك يجب تقليل وقت الاجتماع والتحكم به. وفي حال طال وقت الاجتماع كثيرا، يجب فتح النوافذ وتهوية غرفة الاجتماعات مرة واحدة، وبعد الاجتماع يجب تعقيم الأثاث، وكذلك يجب أن توقع أدوات شرب الماء في الماء المغلي للتطهير. 42. ماذا ينبغي أن نفعل أثناء طريقك إلى العمل؟ تنقسم قاعة الطعام إلى أماكن تقسيم قاعدة الطعام إلى أماكن عديدة عليها وجبات طعام لتجنب التجمع المكثف. يتم تطهير قاعة الطعام مرة واحدة في اليوم، وتطهير الطاولات والكراسي بعد الاستخدام، وكذلك ينبغي تعقيم أدوات المائدة في درجات حرارة عالية، ويمنع خلط المواد الغذائية الخام بالمطبوخة، وتجنب أكل اللحوم النيئة، واقترح تحضير الأطعمة الغذائية الخفيفة والمستصاغة. 34. ماذا نفعل في طريقنا للعمل؟ أولا، اغسل يديك قبل الخروج، وارتدي قناعا طبيا واقيا قبل الذهاب إلى العمل، وبعد العودة إلى المنزل اخلع القناع ثم اغسل يديك وعقمهما بالمطهر، وكذلك استخدم مناديل معقمة أو مطهرة تضمن 75% من الكحول الطبي لمسح الهواتف المحمولة اللي هو الجوال والمفاتيح، وحافظ على تهوية الغرفة التي تجلس فيها ونظافتها، وتجنب التجمعات. 44. كيف تقوم
بالمشتريات العامة. إذا ذهبت لشراء بعض المشتريات العامة خارج مكان العمل، يجب عليك ارتداء القناع الطبي لتجنب الحشود. ابقى أكثر من متر واحد بعيدا عن الجميع، وتجنب البقاء في الأماكن العامة لفترات طويلة. 45. كيف تتدرب أثناء العمل؟ مارس الرياضة بشكل معتدل للحفاظ على صحة الجسم وبقائه في حالة جيدة، وتجنب ممارسة الرياضة المفرطة التي تؤدي إلى انخفاض في قدرة الجهاز المناعي. 46. كيف تتصرف في الأماكن العامة؟ يجب تعقيم المناطق العامة كالمداخل والممرات وقاعات الاجتماعات والمصاعد والسلالم والمحمامات وما إلى ذلك برش المطهرات كل يوم، وكذلك يجب فصل أواني التنظيف المستخدمة في كل منطقة لتجنب الخلط بينها وبين الأواني الأخرى. 47. ما الإجراءات المطلوب اتخاذها أثناء السفر بغرض العمل؟ يوصى باستخدام مطهر يحتوي على 75% من الكحول الطبي لمسح وتطهير مقابض وأبواب الحافلات الداخلية والخارجية الخاصة بالسفر الرسمي. علاوة على ذلك، يجب على الموظفين ارتداء الأقنعة الواقية عند ركوب الحافلات المكوكية. 48. ما الذي ينبغي على موظفي الدعم القيام به؟ على سبيل المثال، يجب أن يرتدي موظف الخدمة والموظف الأمن والتنظيف والأقنعة الواقية أثناء العمل، ويحافظوا على مسافة آمنة مع الناس، وكذلك يجب أن يرتدوا يشترون من دكاكين العمل أو الموردين ارتداء أقنعة واقية وقفازات مطاطية، ويمكن التخلص منها لتجنب ملامسة اليد مباشرة للحوم الطازجة ومواد الدواجن، وغسل اليدين وتعقيمهما في الوقت المناسب بعد إزالة القفازات. ويجب على عمال النظافة ارتداء قفازات مطاطية يمكن التخلص منها عند العمل، وغسل وتعقيم أيديهم بعد العمل. ويجب على أفراد الأمن ارتداء أقنعة واقية أثناء العمل والاستعلام بجدية عن الغرباء وتسجيل حالاتهم والإبلاغ في الوقت المناسب عن أي شيء غير طبيعي. 49. ماذا نفعل في الزيارات الرسمية؟ يجب على الأفراد أولا ارتداء أقنعة واقية عند أي عمل، أي زيارة عمل رسمية يقومون بها قبل الدخول إلى من المكاتب. تمثل الخطوة الأولى في إجراء اختبار قياس درجة الحرارة والتأكد ما إذا كان هناك أي اتصال بمنطقة تفشي وباء، وإذا كان هناك أي ظهور لأعراض مثل حمى واسعال وضيق التنفس، إضافة إلى التأكد من أن درجات حرارة الجسم 37.2 مئوية، وفي ظل الظروف العادية يمكن أن تدخل مبنى العمل. 50. ما الذي يجب عمله عند تسليم الوثائق والمستندات؟ إذا احتجت إلى أي وثائق ومستندات، فيجب غسل اليدين قبل تسليم تلك الوثائق وبعدها، ويجب ارتداء الأقنعة الواقية عند تسليم المستندات. 51. كيف نعقم الهواتف؟ الشركات يوصي بمسح الهواتف الأرضية مرتين في اليوم من مطهرات تحتوي على 75% من الكحول، ويمكن زيادة عدد مرات المسح إلى 4 في حال استخدام الكثير لهذه الهواتف. كيف نعقم مكان مكيف الهواء؟ تعقيم مكيف الهواء هو أيضا جزء من حماية منطقة العمل، وإذا كانت ملف مروحة نظام التكييف المركزي يعمل بشكل طبيعي، فعندها يجب تطهير منفذ إمداد الهواء ومخرج الهواء المرتجع بانتظام، ويمكن استخدام نظام الهواء النقي في التكييف المركزي بشكل طبيعي. أما في حال انتشار الوباء فلا توقف تشغيل المراوح، ويجب إغلاق فرع العادم بعد إخلائه من الموظفين، وكذلك يجب إغلاق نظام عادم الهواء النقي بعد فترة التشغيل، ويجب تطهير نظام الهواء بالكامل لضمان تشغيل نظام الهواء النقي. كيف نتعامل مع الأقنعة المستعملة؟ خلال فترة الوقاية من الوباء أنتج الكثير من الأقنعة الواقية، فيجب أن نتعامل معها. بالنسبة للأشخاص الأصحاء، يجب يتوقف عليهم أول إزالة الأقنعة قبل تنظيف اليدين وبعده، ثم رميها في صندوق القمامة، وأخيرا تعقيم صندوق القمامة مرتين يوميا باستخدام مطهرات تحتوي على 75% من الكحول ومطهرات تحتوي على الكلور. وكذلك يجب عدم إهمال الأقنعة التي ترتديها لحالات المشتبه في إصابتهم بالفيروس، حيث ينبغي اعتبارها نفايات طبية، وبالتالي يجب أن يتم التخلص منها بشكل صارم وفقا للإجراءات الخاصة بالنفايات الطبية دون أن تدخل سوق التداول. العلاج بالأمراض، العلاج من الأعراض. لا تصاب بالهلع، استشر الطبيب في وقت مبكر. إذا كان لديك أي أعراض من الفيروس، يجب على المرضى الذين يعانون من أعراض شبيهة بأعراض فيروس كورونا الذهاب للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة في الوقت المناسب. لا تخف طبعا. خلينا نشوف إذا في أسئلة. أوكي، الجزء هذا طبعا بحكي بشكل عام شو لازم نسوي في حال وجود اي اعراض للفيروس لديك. يتوجب عليك اختيار مستشفى متخصص يتضمن عيادات لمعالجة الحمى.
2 ارتداء القناع الواقي خلال طريقك الى المستشفى وطوال فتره العلاج، 3 تجنب وسائل النقل العام واتصل بالاسعاف بسياره الاسعاف او استخدم سياره خاصه لنقل المرضى وافتح النوافذ اثناء الطريق، 4 حافظ على نظافه جهاز تنفسك بتغطيه يديك في الاوقات في جميع الاوقات والبقاء بعيدا عن الاخرين متر واحد على الاقل قدر الامكان اثناء الوقوف او الجلوس وفي طريقك الى المستشفى، وكذلك ابتعد عن جهات الاتصال الوثيقه بالمرضى، 5 يجب تنظيف وتطهير اي اسطح ملوثه بافرازات جهاز تنفسي او سوائل الجسم بمطهر يحتوي على مواد مبيضه للكلور او مخففه، اثناء العلاج الطبي يجب ان تكون حاله المرضى وعمليه المعالجه مفصله بصدق خاصة تاريخ السفر والإقامة والحديثة في المنطقة الوبائية المرتفعة والمناطق المحيطة بها وتاريخ الاتصال بمرضى الالتهاب الرئوي أو المرضى المشتبه بهم ولهم تاريخ للمس الحيوانات إذا وجد. طبعا في النهاية بيحكي سيأتي الربيع في النهاية وستنتهي المعركة مع فيروس كورونا، ومن هنا وحتى يأتي ذلك اليوم نأمل أن يتمكن كل واحد منا القيام بعمل جيد في مجال الوقاية بشكل علمي ويتجاوز هذه الأيام الصعبة بسلاسة وأمان في هذه الحرب الشرسة مع هذا الفيروس بدون أي خسائر، وغدا يوم أفضل. قرأنا لكل كتاب حوالي 58 صفحة، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الكتاب، كتاب رائع جدا، حبيت أقرأه صوتيا عشان الناس تستفيدوا، معلش أنا سريع كنت في القراءة، لكن كان الهدف إذا في عندك مكان أنا هحطه برضو على اليوتيوب إذا بدكم تحضروا على قناتي جمال الشريف، والسلام عليكم.